زي ما انتم شايفين مشاهدينا ومتابعينا عبر تلفزيون اليوم السابع، من معاكم من سوق العشرين في مدينة السادات، من أكبر الأسواق الخضروات والفواكه والدواجن هنا في محافظة المنوفية. قول لنا الجزر بكام؟ كيلو ونص. الطماطم بكام؟ الطماطم بخمسة وثلاثة ونص. ودي بكام؟ دي كيلو ونص ونص. تمام. البطاطس بكام؟ البطاطس بخمسة. نوعها إيه دي؟ كارة تحمير. تمام. والباذنجان؟ باذنجان كيلو ونص ونص. والبطاطس دي ايه؟ كاره برضه؟ بطاطس كاره. هي كلها بيها. والاناناس بكام؟ كيلو ونص ب 10. كيلو ونص ب 10، يعني اناناس كيلو ونص ب 10 كده؟ اه تمام؟ طب هو بطاطس كيلو ونص ب 10 كده. الاسعار بكام النهارده؟ الطماطم بكام؟ الطماطم كيلو ونص ب 10. التفاح؟ ب 20. التفاح ب 20. الخوخ؟ الخوخ ب 20. الفلفل؟ اه. الكوسه؟ الكوسه كيلو ونص ب 10. الخيار 14. تمام. قول لنا الاسعار النهارده كام؟ الرز بكام؟ فول بلدي ب 32، فول انجليزي ب 24، ماشي، فول مشوي ب 26، ماشي، ترمي 36، ماشي، فاصوليا 48، تمام، اللوبيا 44، ماشي، حمص الوسط، ماشي، 56، تمام، الزهار 48، الحلبه 40، تمام، لسه بتنزل في الحصر، تمام، العدس يجيب 36، العدس 40، تمام، الرز، الرز 26 ونص 28 ونص رفيع وعرض، ماشي، نزل شويه، تمام، المكرونه 17 ونص، ماشي، فنكوش 32، تمام، رز البسمتي 40 و50، تمام، الكمون الزيت بكام؟ 42، الزيت، الزيت؟ اه الزيت ب 60، تمام، 55، 45 غالي، تمام. شوف الكريستال الدورة الواحد لتر 65، تمام، العفو 3 لتر 170، تمام، الكريستال 2 لتر عباد 120، تمام، الكريستال عباد 3 لتر 155. قول لنا الاسعار بكام النهارده يا عم سامي؟ الفراخ البيضة بكام؟ الفراخ البيضة ب 68، ماشي، الفراخ الساسو؟ الفراخ الساسو الواحد ب 120، تمام، والبط ب 70، بط ب 70. الايه تاني موجود عندك؟ الفرخة الحمراء ب 120، 120، تمام، يعني الفراخ البيضة 68، البط 70، الفراخ الساسو 75، تمام. شوفوا زي ما انتم شايفين مشاهدينا ومتابعينا عبر التلفزيون اليوم السابع، رصدنا لكم جميع اسعار الفواكه والخضروات والدواجن هنا في محافظة المنوفية. كان معكم محمد فتحي مدير يوم السابع محافظة المنوفية. دمتم في امان الله ورعايته.